لمجلس المستشارين وحرصا على عقلنة تركيبته، فإن الدستور المقترح ينص على أن يتراوح عدد أعضائه بين 90 و120 عضو. وفي هذا الصدد، واستجابة للملتمس المرفوع إلينا من طرف المركزيات النقابية والمدعوم من قبل الأحزاب السياسية بشأن تمثيلية النقابات في الغرفة الثانية، فقد قررنا في إطار مهامنا التحكيمية تضمين المشروع تمثيلية نقابية مناسبة، وكذا الهيئات المهنية والمقاولاتية الأكثر تمثيلية، وهو قرار نابع من جوهر نظام الملكية المغربية الاجتماعية ومن مذهبنا في الحكم القائم على جعل النهوض بالأحوال الاجتماعية لمواطنينا في صلب انشغالاتنا سياسيا وميدانيا. أما فيما يتعلق بمواطنينا المقيمين بالخارج، فإنه سيتم تحويلهم تمثيلية برلمانية متى نضجت الصيغة الديمقراطية لذلك، علما بأنهم يتمتعون بحق الانتخاب في مجلسي البرلمان. المحور السادس، تحويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني تشريعا ومراقبة، حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان، كما تم التنصيص على تقديم رئيس الحكومة لعرض مرحلي حول العمل الحكومي وإجابته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا تخفيض النصاب القانوني لتقديم ملتمس الرقابة وتكوين لجان التقصي وإحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية، وكذا تمكين اللجان البرلمانية من صلاحية مساءلة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية تحت مسؤولية الوزراء المعنيين. المحور السابع، ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء الذي نحن له ضامنون، وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك فإنه يتعين أن يصدر بناء القانون وصيانة لحرمة القضاء، فقد تمت دسترة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال أو أي شكل من أشكال التأثير في شؤون القضاء، كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء، وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي، وتحويل رئيس محكمة النقد مهام الرئيس المنتدب بدل وزير العدل حاليا تجسيدا لفصل السلطة. وبموازاة ذلك تم تعزيز تركيبة المجلس الجديد، وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضاة المنتخبين ومن نسبة تمثيل المرأة القاضية، وبما يضمن انفتاحه على عضوية شخصيات ومؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والدفاع عن استقلال القضاء، كما تم توسيع اختصاصات المجلس لتشمل علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة مهمة التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته. وتأكيدا لمبادئ سمو الدستور والقانون، تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة تشمل علاوة على صلاحياته الحالية مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية والبت في المنازعات بين الدولة والجهات. وتعزيزا للديمقراطية المواطنة، تم تحويل هذه المحكمة صلاحية البت في دفوعات المتقاضين بعدم دستورية قانون تبين للقضاء أن من شأنه المساس بالحقوق والحريات الدستورية. المحور الثامن، دسترت بعض المؤسسات الأساسية مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيئات وآليات أخرى لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية بنصوص تشريعية أو تنظيمية. وهكذا تم دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة العليا للاتصال السمع البصري والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل القضايا البيئية،
كما تم تعزيز المكانة الدستورية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني بتخصيص عدة فصول لكل منها، وأمنا على تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش، فقد حرصنا على إحداث مجلس للشباب والأمل الجمعوي يشكل قوة اقتراحية لتمكينهم من المساهمة بروح الديمقراطية والمواطنة في بناء مغرب الوحدة والكرامة والعدالة الاجتماعية. المحور التاسع، تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلاس من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها. ولكون الأمن بمفهومه الاستراتيجي الشامل قد غدا تحديا عالميا، فقد حرصنا على تمكين بلادنا من آلية مؤسسية استشارية في شكل مجلس أعلى للأمن نتولى رئاسته ويضم في عضويته رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزراء والمسؤولين والشخصيات المعنية، كما يختص بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية الداخلية والخارجية الهيكلية والطارئة، ويشكل قوة تقويمية واقتراحية لترسيخ الحكامة الأمنية الجيدة ببلادنا. شعبي العزيز، إن منظورنا الشامل للديمقراطية الحقة ومقومات الحكامة الجيدة لا ينحصر في إعادة توزيع السلطات المركزية، بل يقوم على توزيع السلطات والموارد بين المركز والجهات، وذلك ضمن جهوية متقدمة نعتبرها عماد الإصلاح العميق لهياكل الدولة وتحديثها. وفي هذا المنظور يندرج المحور العاشر المتمثل في التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات، مغرب يقوم على لا مركزية واسعة ذات جوهر ديمقراطي في خدمة التنمية المندمجة البشرية والمستدامة، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب ومبادئ التوازن والتضامن الوطني والجهوي. ولإبراز هذا الخيار استراتيجي في مشروع الدستور، فقد تم تخصيص باب للجماعات الترابية وللجهوية المتقدمة على أساس الإطار المرجعي الذي أعلنا عنه في خطابنا التاريخي لتاسع مارس، على أن يتولى قانون تنظيمي تحديد اختصاصات الدولة والجهات وموارد وآليات وتنظيم جهوية. شعبي العزيز، إن أي دستور مهما بلغ من الكمال فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ديمقراطية تتطلب إصلاحات وتأهيلا سياسيا ينهض بهما كل الفاعلين لتحقيق طموحنا الجماعي، ألا وهو النهوض بالتنمية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين. ومن هذا المنطلق فإن خديمك الأول عندما سيقوم بواجبه الوطني بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد المفروض على الاستفتاء الشعبي، إنما الاقتناء الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم في إطار المساواة وسمو القانون. أجل، سأقول نعم لهذا المشروع لاقتناء بأنه بجوهره سيعطي دفعة قوية لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز. وإني لأدعو الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت بكل حرية والتزام في صنع هذا الميثاق الدستوري المتقدم من بدايته إلى نهايته إلى العمل على تأبئة الشعب المغربي، ليس فقط من أجل التوصيات التصويت لصالحه، بل بتفعيله باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع لشبابنا الواعي والمسؤول، بل لكل المغاربة لتحقيق
طموحنا الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار والديمقراطية والتنمية والازدهار والعدالة والكرامة وسيادة القانون ودولة المؤسسات. وستجدني شعبي الوفي في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية بعد إقراره بأون الله وتوفيقه بالاستفتاء الشعبي اليوم فاتح يوليوز القادم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.